ما هلا رح نروح لمحطتنا التالية. انطلق امبارح فرح بمحافظة حمص وتحديدا بمنطقة الوادي مهرجان القلعة والوادي، واللي كان بعنوان سوريا تنتصر. هالمهرجان اللي اقامته محافظة حمص بالتعاون مع وزارة السياحة ووزارة الثقافة. أكيد سلمى، عم نحكي عن احتفالية النصر يلي العديد من الأنشطة الثقافية الرياضية والفنية، من ضمن هي الفعاليات أكيد فعاليات الطيران الشراعي يلي أكيد بينطلق من ساحة الوادي فوق قلعة الحصن، يتم للمرة الأولى على مستوى سوريا. ولنعرف أكثر عن هي الفعالية فعالية الطيران الشراعي وتفاصيلها، معنا بالاستديو ولاء النوري منسقة فعالية الطيران الشراعي. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. صباحك، اهلا وسهلا فيكي. شكرا لك. بالبدايه خلينا نحكي، يعني هي للمره الاولى بسوريا بيدخل هذا النشاط ضمن مهرجان القلعه والوادي، نتعرف اكثر على تفاصيل ايمت رح يبدا، الايام اللي رح تكون موجوده، تنسيق لهذا خليني اقول النشاط. تمام. هلا نحن فعاليتنا اكيد بنشكر فيها وزاره السياحه ومحافظه حمص انه اعطتنا فرصه انه نرجع نقول انه نادي الطيران الشراعي السوري رجع لانتعاشه ولنشاطاته من اول وجديد ضمن بلدنا الحبيب سوريا، وهذا اهم شيء فينا نقوله. فعاليتنا هي ضمن مهرجان القلعه والوادي مثل ما حضرتكم ذكرتوا، حتكون بتاريخ 29 و30 و31، حيكون في عندنا فترات استعراض صباحيه وفيك تقولي على وقت العصريات، يعني حيكون كمان في عندنا اوقات للطيران. خلينا نحدد أكثر عن الطيران الشراعي ونحكي عن آلية المشاركة فيه، شو هي الشروط القبول إذا بدنا نقول للمتسابقين؟ هلا إذا بدنا نحكي عن شروط الانتساب لنادي الطيران الشراعي، فهو طريقة الانتساب كتير سهلة وما فيها أي مشاكل، بس أي حدا حابب ينتسب بيقدر يتواصل مع صفحة نادي الطيران أو عن طريق الويب سايت ومنقول له شو هي شروط انتسابك. طيب خلينا نحكي بشكل عام كمان عن النادي، يعني النادي توقف لفترة معينة بسبب ظروف الحرب أكيد على البلد، ويمكن هاي النشاطات ما كانت بسهولة بتنعمل خلال الفترة الماضية، قديش صاركم راجعين للنشاطات وقديش في عدد حنقول من المشاركين بقلب مهرجان القلعة والوادي؟ هلا هو نادي الطيران الشراعي السوري يمثله الكابتن طارق سعدة، كانت نشاطاته من سنة 2007 وقت افتتح النادي لل 2011 لحتى من غير شر بلدنا فاتت بالأزمة اللي مرينا فيها، بس عودتنا حيكون فيها 30 طيار من بيناتهم 4 طيارين سوريين حيكونوا مشاركين معنا. كانت نشاطات النادي مقتصرة على نشاطات خارجية برا البلد، من بيناتها بطولة العالم المقامة بجبال الألب سانت هيلاري كوبي إيكار، والحمد لله يعني هي الفعالية كتير مهمة لإلنا إنه نحن قادرين نرجع الحيوية والنشاط لبلدنا. أكيد. إذا بنحكي عن السنة قد إيه يمكن كل سنة بمهرجان القلعة والوادي بيحاولوا المنظمين أو حتى المسؤولين يكون في يمكن قصص أو يكون في برامج مختلفة ومتطورة عن السنوات السابقة، اليوم شو بيحمل هذا المهرجان من تجديد بالإضافة لمسابقات الطيران الشراعي؟ هلا هي ما حتكون مسابقات، هي حتكون مشاركات للطيارين بارضنا. نعم. السوريه، بالاضافه عطينا مجال للاشخاص العاميين انه انا حابب فوت بهي التجربه وخوض معكم تجربه الطيران، فاكيد اعطيناه مجال انه يطلع مع طيار مختص محترف يطلع في يعني الجولة. اذا بدنا نقول كل مبتدئ لازم يكون معه طيار مختص. هلا نحن بثقافه الرياضه عندنا ببلدنا حابين نرجع ننوه انه في شيء اسمه طيران شراعي، لهيك نحن هذا هدفنا الاساسي بفعاليتنا. فحنفتح مجال للناس تسجل بنادي الطيران، حابين يعملوا تدريبات، بالاضافه انه اي حدا بده يطير بيطلع مع طيار مختص كرمال يعيش هي التجربه وكمان يشوف جمال بلادنا من فوق. اكيد هي فرصه حلوه. أكيد. يمكن من ولا مرة جربنا هيك شيء، جربتي شيء مرة فرح طيران شراعي؟ هلا بنشوفه عادة ببلاد برا، فكتير حلو يكون عنا هيك شيء وفعلا يكون في نادي ناس بتنتسب له وبتتدرب عليه. وهون كان بدي أسألك، جربتي شيء؟ شو الشغلات اللي لازم الواحد يعملها يتدرب عليها سابقا؟ هل في مواصفات خاصة للي بده يطلع يجرب الطيران الشراعي ولا أي شخص بيقدر يجربه؟ هلا أكيد في مواصفات خاصة للتجربة
تجربه. هلا اول شيء كنت عم تسالني اذا جربت، فلا اكيد ما جربت بس رح جرب. ليش ما جربتي؟ ما سلحت لي الفرصه الصراحه، بس اكيد هلا من خلال الفعاليه لازم جرب. لازم بالقلعه والوادي تجربي اكيد، يعني اقل من لازم تجربوا اكيد. اي بس الشخص اللي حابب يشارك معنا في مواصفات خاصه، هي المواصفه العمريه والمواصفه الجسديه اللي هي الوزن، فاكيد فوق ال 90 كيلو حيكون صعب مشاركته بالطيران. وتحت ال 17 سنه كمان حيكون شوي صعب، لانه بنخاف مشان المعدات والسلامه اللي موجوده عندنا. تماما اكيد. بس قد ايه بيكون مدروس حتى الارتفاع اللي حيكون منه الهبوط، وحتى كيفيه يمكن الوصول لسطح الارض، وكل هي التفاصيل اللي يمكن احنا بنشوفها هي ثانويه، لكن اساس الهبوط الشراعي هي طيراننا حيكون باراموترز. هو الطيران الإقلاع حيصير من أرض الفعالية، حينطلقوا باتجاه القلعة ويعملوا جولتهم وبيرجعوا بينزلوا كمان بأرض الفعالية، مدروسة بطريقة جدا احترافية، والطيارين مختصين هن اللي عاملين كل الترتيبات الفنية مثل ما منقولها للطيران الشراعي. اكيد بده يكون شيء حلو، اكيد رح ترصدوا الكاميرات وتتابعوا. بتذكر من فتره بمعرض دمشق الدولي كان في مشاركه للطيران الشراعي، وكان شيء مميز جدا. ان شاء الله كمان بالقلعه والوادي بيكون نفس الشيء. ان شاء الله اكيد، ونحن ضمنانين اكيد نجاح الفعاليه. وانا كثير بتشكر اجنحه الشام، كانت داعمه لنا بالفعاليه وساعدتنا بوصول الطيارين للفعاليه. نعم، إذا بدنا نفصل أكثر عن نادي الطيران، خلينا نعرف أكثر عن يمكن الأشخاص المسؤولين بهذا النادي، وشو هي يمكن المميزات اللي بتميزه وبتضمن يمكن استمراريته وحتى مشاركته بالفعاليات. هلا استمرارية النادي الحمد لله هي عودتنا لهي من خلال هي الفعالية، هي خطوة كتير حلوة لاستمرارية النادي ضمن بلدنا. ومثل ما خبرتكم من شوي صبايا انه نحن النادي ما وقف نشاطاته الخارجية برا سوريا. عودتنا لهي الفعالية هي تحدي كان بالنسبة لنا من ناحية اقناع الطيارين بانه يرجعوا لبلدنا ويعرفوا انه الحمد لله سوريا رجعت آمنة وما عاد في عنا اي مشاكل. شفتوا وسائل الاعلانية كانت عم تحاول ترجع تنوه انه لا سوريا بلد ما له آمن، فهذا كان ريسك بالنسبة لنا بانه اقناعهم. ان شاء الله رح يكون عنا كل سنة بشهر 5 اخذنا موافقة لبطولة عالمية اللي هي FEE، حتكون مشاركاتنا السنوية وحيكون في نشاطات كتير، واكيد حنعلن عنها قريبا اكيد. قبل ما نختم حديثنا، تذكير سريع عن الاوقات اللي حتكون مثل ما قلتي بالبدايه موجوده بالقلعه والوادي الصبح والمساء، وعلى كم يوم؟ تمام، هلا نحن حنكون خلال 3 ايام 29 30 31. فتراتنا حتكون صباحيه من 6:30 لل 10:30، وحتكون من 4:30 لوقت غياب الشمس. وانا بتمنى تواجد الكل، انه الصراحه التجربه تستحق انه الكل يحضرها. اكيد بدنا نشكرك اكيد على وجودك معنا، وبنتمنى اكيد تكون هي التجربه لكل المشاركين الجدد، هي تجربه كثير ممتعه، واكيد مثل ما قلنا سلمى رح نرصد بالتفصيل كيف رح تكون الاجواء. شكرا انا بتشكركم كلكم ذوق. شكرا شكرا لك، شكرا لوجودك معنا.